بداية، عقد صبيحة الثلاثاء مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة عقد ندوة صحفية بقاعة المحاضرات التابعة لملعب 5 جويلية الأولمبي، وذلك للحديث عن مواجهة الأربعاء بين اتحاد العاصمة وأسك ميموزا الإيفواري، حيث أكد بن شيخة أنهم يستهدفون الفوز لكتابة التاريخ على الساحة الأفريقية. لنستمع. ستة ماتش ديسيزيف اللي دخل الفريقين في لا فينال. ستة ماتش امبورطون، هذا موعد مع التاريخ، وان شاء الله نكونوا في المستوى باش نأديو صحيح. ليسمع على خطوه من التاريخ، ليسمع بعد خطوه من التاريخ، ربي سهل لنا نربحو، اذا سهل لنا ربي نربحو لاكوب، ليسمع من بعد دير مشروعها، نبنيو على لاكوب ونديرو مشروع. ها هو اللي، لكن مازال ما كاين والو. راك تشوف يعني قاعد يابس، مازال كاين ماتش غدا ان شاء الله، اولاك طب الله وربي ان شاء الله احنا مواجدين باش نأديو، يسهل الامور وحده.